إذ يحيي الآلاف من الزائرين ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام في مدينة سامراء. وبالتزامن مع زيارة، فقد اتخذت القوات الأمنية هناك إجراءات مشددة. نحو سامراء توجهت حشود الزائرين القادمين من كل البقاع لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام. حشود وجدت الانتشار الأمني والخدمي والصحي الذي حرصت عليه القوات الأمنية المشتركة والدوائر الخدمية والصحية على توفيره. جينا من بغداد للزيارة، الحسن العسكري، طريق آمن، جيش، حشيد، كله موجود، مواكب، يعني خير من الله والناس تمشي. احنا أصحاب مواكب قدم الخدمة للزوار، هذا صار لنا 4 أيام نوزع من مأكل ومشرب ومبيت وراحة، شعتا الزائر احنا بخدمتهم. هم حضرين لهم مبيت وأكل ومشرب وخير من الله، وزوار هواية، مليونية الزوار، لا أقول لك يجوز عبرة المليونين، والأمن والصحة وخير من الله. احنا كنا محضرين فتنا ومحضرين مواكبنا ومحضرين بيوتنا لاستقبال الزوار لهذه المدة 6 أيام 4 أيام لحد ما تنتهي هذه المدة، بيوتنا ومواكبنا كلها مهيئة لاستقبال الزوار. ما وفرته الأمانات الخاصة للمراقد المقدسة في صلاح الدين وحرصها على تقديم ما يخدم الزائر زاد من سهولة أداء الزيارة وانسيابيتها. الأمانة الخاصة لمرقد السيد محمد عليه السلام استعدت لتوفير الخطة الأمنية والخطة الخدمية والصحية لاستقبال وإعانة الزائرين على أداء الزيارة. كدار الصحة صلاح الدين قمنا بنشر العشرات من المفارز الصحية على طول الطريق الرابط بين بغداد وسامراء، تقديم الخدمات الصحية للزائرين والوافدين صوب سامراء لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وإحنا بخدمة الزوار. إحنا زوار من بغداد توجهنا إلى سامراء، والحمد لله والشكر الطريق مؤمن، ويعني واحنا طلعنا بالليل الشرطة، الجيش، الحشد كله موجود، كله على طول الطريق، يعني الحمد لله والشكر. المواكب خطية سهرانين ليلا مع نهارا لخدمة الزوار. بخطى ملؤها الوباء والولاء والإصرار، تتوافد أفواج المؤمنين صوب سامراء المقدسة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وسط أجواء أمنية وخدمية مميزة. من سامراء المقدسة، حمزة ربيعي، الرابعة.